انا منورني النهارده ليه؟ والله العظيم منورني النهارده الفنان احمد سيد. الله يبارك لك. بأمر الله 3 أو 4 أيام بأمر الله هنسمع أغاني من أهم ناس في مصر بأمر الله عشان نختار الأغنيتين، الأغنية بتاعتي أنا وأحمد والأغنية بتاعته هو أحمد. الاغنيتين اللي بعملهم لاحمد، انا مش عايز من احمد اي حاجه ولا عمري همضي احمد عقود احتكار ولا الحاجات دي خالص. وكفايه برامج لحد كده، حد الامر لما تنزلوا بعد كده عايز تبات في المدينه بتاعت انتاج الاعلام ابراهيم ان شاء الله.